أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حفظكم الله: في صلاة الفجر أجد تثاقلا كثيرا ولا أستطيع القيام، ولكن بعد شروق الشمس أقوم لأداء الصلاة، فما الحكم في عملي هذا؟ نسأل الله العافية. هذا مضيع للصلاة، عليه أن يتوب إلى الله وأن يستيقظ لصلاة الفجر مع الجماعة، أن يعزم على هذا، أو يجعل عنده منبها على التوقيت، أو يوصي من يوقظه من أهله أو من جيرانه. المهم لا بد من القيام لصلاة الفجر، ولا يجوز إخراجها عن وقتها، ما يجوز هذا. نعم.